سبعة مواضع في الصلاة، سبعة مواضع للدعاء. والآن ترى كثيرا من الناس تركوا هذه المواضع السبعة ويدعون بعد الصلاة مباشرة في موضع لم يشرع فيه الدعاء، بس يسلم رفع يده ويدعو. نقول هذا ليس في المواضع السبعة. أول موضع دعاء الاستفتاح، أول موضع دعاء الاستفتاح عندما تكبر الله أكبر. ثاني موضع للدعاء أثناء القراءة، أثناء القراءة. يقول حذيفة صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقرأ البقرة والنساء وآل عمران، فما كان يمر بآية رحمة إلا سأل الله من فضله، ولا يمر بآية عذاب إلا واستعاذ بالله من شره، ولا يمر بآية فيها تعظيم لله إلا عظم الله تبارك وتعالى. أثناء القراءة في الركوع، مع أن الركوع جاء فيه أما الركوع فعظم فيه الرب، أن الركوع يعظم فيه الرب سبحانه وتعالى، ولكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وكان يقول في ركوعه سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي في الركوع. الموضع الرابع في الرفع من الركوع ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض من أماشة من شيء بعد، ثم تقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، تدعو بعد الركوع بعد الرفع من الركوع. الموضع الخامس في السجود وهو الأصل، وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فأكثروا فيه من الدعاء. السجود هذا أخص أماكن الدعاء، يكثر الإنسان من الدعاء. هذا الموضع الخامس. الموضع السادس بين السجدتين، رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واجبرني، بين السجدتين، هذا أيضا موضع دعاء. والموضع السابع بعد التشهد قبل السلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما علم، يقول عبد الله بن مسعود علمنا التشهد كما يعلمنا السورة من القرآن، ثم قال ثم ادعو الله بما شئت. الآن بعض الناس من يسلم رفع يده يدعو، انتهى خرجت من الصلاة، أين أنت قبل هذا؟ الآن وقت الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم استغفر ثلاثا ثم قال ما تعرفون من الذكر، ثم سبح الله وحمده وكبره. هذا ليس وقت الدعاء، هذا